كان السؤال الأبرز بشهر رمضان، كيف بدي أنحف في شهر رمضان أو ما يزيد وزني؟ تمام، هذا السؤال اللي بنسمعه بشكل كبير. الصحة الجسدية والبدنية هي يمكن طموح كثير من العالم، إما أنه يحافظوا عليها وإما أنه يحصلوا عليها، لأنه كل نمط الحياة بيتغير، النمط الغذائي، يمكن ممارسة التمرينات الرياضية البعض يمكن بيهملها وغيرها من يمكن الخربطة يلي بتصير بهذا الشهر. رح نحكي بالتفصيل مع الدكتور جورج المعلم، هو المدرب الرياضي للدم، بيعطينا يمكن نصائح كثير مهمة بخصوص الصحة والغذاء. صباح الخير دكتور، يسعد صباحكم. كيفك اليوم؟ نشكر الله كثير منيح. رمضان كريم فرح، رمضان كريم زينب، رمضان كريم على بلدنا كلنا ان شاء الله. سؤال فعلا كثير حلو، سؤال دائما بنساله على فكره، بالذات مجرد ما يبدا شهر رمضان او حتى قبل بيومين ثلاثه ببلش دائما انسال كيف ما بدي انصح، كيف بدي ازيد وزني بالنسبه اللي عندهم اوزان قليله، كيف بدي امارس تمريني، ايمتى انزل على التمرين. هي التساؤلات خاصه، يمكن العنوان الابرز الصحه الجسديه، يعني بنعرف اول اسبوع برمضان بدنا وقت مثل ما بيقولوا لنتعود اقلم على النظام، انه في وجبه دسمه وحيده رح تكون ووجبه سحور، يعني فهي كمان بدنا نحكي. طبعا هلا الشيء اكيد منه هو اكيد نظامنا الغذائي، حتى نظام حياتنا كلها بيتغير، بس نحن للاسف بعض الاشخاص بيكون تغير لنظام سيء، يعني بعادات، سواء عادات افطار او سحورة او العادات الثانيه اللي بيتبعوها، وفي اشخاص بالعكس تماما بيعتبروا مثل ما بيقولوا رمضان نمط صحي منظم جديد. هلا اوكي، نحن اجباري في انا بسميها حميه الهيه، يعني تعتبر هي صيام رمضان حميه الهيه كونيه مفروضه اكيد، فبالعكس نحن ليش ما نستغلها بشكل ايجابي؟ ليش ما نطلع من رمضان مكتسبين الفوائد المرجوه منها مو العكس؟ تمام. يعني للاسف بشوف انا كثير اشخاص وبالذات السيدات ربات المنزل، خلص رمضان طالع وزنها 7 او 8 كيلو او 9 كيلو، وهيدي اكيد بدها 7 شهور لتنزله. تماما، اكيد مشكله كبيره، ونحن كلنا بنعرف زياده الوزن لشو كمان شو لتؤدي، يعني دائما نحن زياده الوزن بحد ذاته هو مرض. ليش؟ لانه بيؤدي لامراض كثيره، سواء على صعيد الكوليسترول ولا ضغط الدم ولا السكر ولا مشاكل قلبيه ولا اي مشاكل ثانيه، حتى على مستوى صعيد الهيكل العظمي يعني بالجسم. زياده الوزن بحد ذاته مرض، ومرض خطر ومرض العصر على فكره. بالعكس نحن هون اجى بقى شهر رمضان فرصة جيدة غنية جدا انه نحن ننظم حياتنا. نحن اوكي انقطعنا عن الطعام حوالي 14-15 ساعة، صار اكيد تغيير مثل ما حكينا بنظام حياتنا كلها، لان احنا انقطعنا عن الطعام، انقطعنا عن الشراب، كان عندنا عادات غذائية معينة، كان عندنا شرب القهوة اول ما في، كان عندنا التدخين، كان عندنا مشروبات الثانية الى اخره، تغيرت كلها. بس برجع بخبركم يا ريت يا حبذا نغيرها لشكل ايجابي. إذا نحن أجينا وقت وجبة الإفطار، هلا نحن أكيد ما لنا بسياق نحكي شو كيف وجبة الإفطار وكيف نبدأ فيها، لأنه صار معروفة وصار متعارف عليه، ومع ذلك ممكن نحن نحكي بنص دقيقة عن هذا الموضوع. الشيء الأكيد أول شيء رح نعمله هو نحن بنشرب الماء، هذا الشيء مفروغ منه، وليس الغلط اللي دائما ننتبه فيه، أشخاص بتشرب مشروبات سكرية، عصائر، حتى لو عصير طبيعي، لو عصير طبيعي أنا ضد تماما نبتدي بفطورنا بالعصير، نبتدي بالماء فقط. وطبعا هلا حديث بيجيب لي حديث اكبر غلط وبشوفه عند كثير ناس، اول ما صار وقت الافطار اول شغله عملها هو شعل سيجاره، ما بيعرف شو عم بيساوي هو، شو عم بيسبب من اذيه لجسمه، ما بيعرف شو عم بيسبب اذيه لرئتينه، مشكلة كتير كبيرة. صار له فترة من قطع عن التدخين، أول شغلة عملها بيبقى مو مصدق يصير وقت الإفطار ليدخن، بالعكس خليها تكون له فرصة، للمدخن فرصة إنه ما رأوا يقلع عن التدخين، مع إنه يا حبذا يقلع عن التدخين شيء جميل شيء عظيم، بس انا بعرف المساله فيها شيء من الصعوبه، لو انا بجوز ما بدخن، بس اما فيها بالنسبه للاشخاص اللي بتدخن فيها شيء من الصعوبه، بس انا فرصه اجته انه يخفف من التدخين، يخفف من كميه التدخان، كونه انقطع 14-15 ساعه بيقدروا يصيروا 16، بيقدروا يصيروا 17، فهيدي غلط فادح انه ندخن مباشره. اذا اتفقنا احنا نشرب مي اكيد، بعدين بعد حبات التمر مشان مد جسمي بشيء من الجلوكوز اللي انا بحتاجه ليمدني بشيء من الطاقه، انتهينا من هذه المواضيع، وبعدين وجبه الشوربه الدافئه الى اخره، يعني هي بنحكي عنها او حاكين عنها كثير مشان نحن ما نضيع الوقت. بدنا نحكي بقى كيف نحافظ على اوزاننا. بالنسبه للي عندهم وزن عادي ما حابين لا يزيد ولا ينزل وزنهم، بيقدروا بكل بساطه هو انه اهم شيء يتبعوا نظام غذاء صحي جيد. دائما نحن عندنا مشكله انه بنهتم بالكميه وليس بالنوعيه بحياتنا ككل، وبشكل خاص بشهر رمضان. فلا، نحن بشهر رمضان نهتم بالنوعيه، نوعية تكون دائما وجبة الإفطار، ما بالضرورة تكون وجبة دسمة. ما نتخيل إنه إحنا لأنه أنا صلي كذا ساعة من قطع الطعام فلازم حالي. برافو، لازم أو بدي أعوضها، بدي أعوض. أنا لا تعوض، ما مطلوب تعوض، بالعكس تماما، خد حاجتك، خدي حاجتك بدون شيء.
اجمالا في شهر رمضان بخف المجهود، ما بيعود في مجهود بدني، يعني مشاويرنا بتخف، روحاتنا بتخف، حتى ساعات العمل نوعا ما بتلاقيها قلت شوي، حتى تمريننا الرياضي للاسف الشديد في ناس بتقطع التمرين وفي ناس هلا تخفف اوكي جرعه تدريبي ما في مانع هلا نحن بنحكي عنها، فاذا اتفقنا احنا يا ريت لا ناخذه من ناحيه ايجابيه لحتى تنعكس على صحتنا. اذا بالطريقه لما انا نظمت اكلي ناولت وجبه الافطار المتوسطه المقبوله المتوازنه وخلاص، ما في داعي لا للحلويات، ما في مانع انا جابالي اطعم الحلويات ممكن اخذ اطعم الفواكه ومو مباشره بعد وجبه الافطار، ولا في داعي صينيه رايحه صينيه جايه، نحن في كثير ناس صار وقت الافطار قاعده بين وقت الافطار ووقت السحور 17 وجبه بين ما برياحه اذا مو اكثر احيانا ناهيك عن التسالي نقارش وكبايه الشاي وكبايه القهوه، لا 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 هذا الشيء كثير خاطئ. تمام. انا فتره الانقطاع عن الطعام هي عباره عن فرصه او جيده انه انا ريحت الجهاز الهضمي وجسمي بشكل عام، وما ما فيني اخبركم على اهميه الجهاز الهضمي، هو سبب كل شيء، والداء والدواء المعده والامعاء الجهاز الهضمي بشكل عام، فما في انا قطعت الفتره الطويله وجيت بعدين عوضت باربع خمس وجبات وسكريات وحلويات وعصائر، وللاسف عصائر مصنعه وعصائر غير طبيعيه. تمام. يعني مشاكل كثير كبيره انا، فبهالطريقه هي رح يطلع وزني. خلينا نقول دكتور ننظم الوجبات ومو شرط تكون هي وجبات كثير دسمه، بالناحيه الثانيه مثل ما قلنا في اشخاص كثير معلقين بالرياضه وبيعرفوا اهميتها ولامسين يمكن فوائدها بشهر رمضان، يمكن قبل الافطار في كثير اشخاص بيتجهوا للنوادي، كيف فينا نتدرب بطريقه صح بتنصح بالرياضه قبل الفطور او بعد الفطور؟ خاصه كلنا بنعرف دربنا رياضه بنشرب مي. اكيد اكيد كلامك معك 100%. هلا لك انا اول شيء انا بشجع الانسان الرياضي المحترف او الهاوي يستمر بالرياضته بغض النظر عن نوع الرياضه. اثنين بشجع اكثر الاشخاص اللي ما كانوا يلعبوا رياضه، يعني في كثير ناس بتقول لك يلا ليخلص شهر رمضان الله راد انا بدي سجل بنادي بدي اروح على مركز بدي إلى. لا انا بنصحهم انه لا بالعكس رمضان فرصه زي فرصه ذهبيه تنظمت حياته تنظمت وجباته نوعا ما حتى يحب زي ينظم نومه كمان، كثير غلط نضلنا ساحبين على وش الصبح وننام كل النهار، فالمهم يعني ما في اي عذر يمنعني عن اني انا اتمرن. هلا بالنسبه للاشخاص اللي هلا حابين يبدوا بالرياضه اللي انا خبرتكم اني انا بشجعهم كثير، تتمرنوا شيء عم تلعبوا رياضه؟ عم بتمرن مشان معناته بس قبل الافطار. تمام برافو انا هذا اللي بدي اقوله يعني قبل الافطار بساعتين تقريبا قالوا لنا انه هذا وقت كمان بكل تاكيد بكل تاكيد الاشخاص العاديين بعتبرهم انا او الهواة او اللي هلا حابين يمارسوا رياضه انا بنصحهم اكيد قبل وجبه الافطار قولا واحدا ممكن من ساعه ونص للساعتين، وبكل الاحوال ما تزيد الفتره التدريب عن 30 ل 40 دقيقه. تمام. يعني ما في داعي مو الحكمه اكثر مجهود اكثر انا ماني طالب بهيدي الشهر انه نخرج ابطال او ناس محترفه، ما بالضروره، انا كافي اني انا حافظ على مستواي الرياضي او اعمل عمليه نوع من التنشيط للجسم، تقويه العضلات، شد الجسم، طرح الفضلات، طرح السموم الى اخره، هذا يعتبر انجاز عظيم. اذا اتفقنا بالنسبه للاشخاص العاديين قبل وجبه الافطار حوالي ساعه ونص، وفتره التدريب ما تتجاوز ال 35 40 دقيقه وممكن اقل حسب الشخص مبتدئ متطور صار له فتره، بشكل يضل عنده وقت حوالي بعد نص ساعه بين ما وصل على بيته غسل، عمل نوع من التهدئه، بتعرف نحن بالرياضه صار في تحريك للدوره الدمويه وصار في نوع من النشاط، وصار غسل، عمل دوش والى اخره، وبلش يجهز مشان وقت وجبه الافطار، هي بالنسبه للاشخاص اللي حكينا نحن العاديين. نجي عندنا القسم الثاني اللي هن الاشخاص المحترفين بسميهم او رياضيين بمعنى رياضيين، يعني اما محترفين رياضه معينه ابطال فيها او مستمرين فيها او ممكن تكون هي مهنتهم. بتعرف نحن الرياضه بالنهايه هي مهنه، يعني كمدرب كلاعب كهي كمحترف بكون مهنته. هلا هذا الشخص انا لا بنصحه اكيد بعد وجبه الافطار. ليه؟ لانه هذا الشخص بحاجه اول شيء لكميات طعام كبيره، بحاجه لسعرات حراريه عاليه حتى يكون عنده طاقه جيده ليقوم بتمرينه باعتبار هو محترف. اما قبل الافطار ممكن تروحي حضرتك زينب تلعبي شويه مشي، شويه ايروبيك، ممكن فرح تعملي بعض التمرينات البسيطه بالدنابل الخفيفه الصغيره، فماني طالب منك يكون جسمك مشحون بطاقه بجلوكوز كثير عالي ووجبات بروتين عالي، ماني طالب منك هيك، فبنقدر نروح لو ممكن نحن منقطعين على الطعام والشراب، بينما المحترف لا بده يكون اكيد شربان منيح ومرتوي منيح واخذ وجبه الكربوهيدرات تبعه مشان تعطيه شيء من الطاقه او كميه كبيره من الطاقه اللي هو بحاجتها، اخذ وجبه بروتين لحتى نوع من الترميم وصيانه للعضلات والانسجه العضليه عنده، فانا بنصحه للمحترف بعد الافطار بساعة الافطار بحوالي اكثر شوي ساعتين ويا حبذا اذا ساعتين ونص لسبب بسيط لحتى يكون الهضم بشكل كامل 100%، لان احنا بتعرفوا كثير غلط انه نتناول وجبه طعام
ونروح بعدها على التمرين او بعد بنص ساعه، لانه نحن مثل ما بنعرف لما تناولنا الطعام الدم كله محصور وين؟ باتجاه المعده، باتجاه جهاز الهضم لحتى يساعد بعمليه الهضم. فبالرياضه انا بحاجه للدم للعضلات اللي بدي مرنها، فهون عملت نوع من التضاد او نوع من المشكله. نعم. فيا حبذا لما اتمرن حظي بشكل كامل 100% بعدين بروح على تمريني وبقدر انجز تمريني بكل اريحيه وبدون اي مشكله، ما نتحجج، ما نحط اي عذر. اعطيكم تجربه صغيره، معلش انا ما بعرف معي وقت ما معي وقت. بس انا بدي اسالك هلا، يمكن مثل ما قلنا السيدات دائما قبل الافطار، لانه بتعرف المجهود اللي بيبذلوه بالرياضه اقل من المجهود اللي بيبذلوه الشباب. بس في فكره كانوا عم يطرحوها انه طب لعبنا رياضه قبل الافطار واجت وجبه الافطار، هذا الشيء ما راح يساعد على هاي وشو ياكلوا يعني؟ تماما. هلا انت ممكن يساعد على رفع، لان احنا دائما في قاعده متعارف عليها للاشخاص اللي حابين يزيدوا وزنهم، دائما من انه نتناولوا الطعام مباشره بعد التدريب. فمثل ما تفضلتي زينب، برافو انه انت هلا بتعتبر هيدي اللي عملت هالرياضه، قامت بعد ربع ساعه نص ساعه تناولت وجبتها، هذا الشيء رح يؤدي للسمنه. هلا هذا الحكي صحيح في حال ما عرفت شو بدنا نتناول، نحن هذا اللي حكينا الحكيه بالبدايه فيه. لما انا بدي اجي اتناول ثلاث اربع وجبات وخليط كبير من السعرات الحراريه، مرفوض اكيد يطلع وزني حتى لو شو ما كان. دائما صدقوني وجبه جيده، حبتين ثلاثه تمر، هي تعتبر وجبه. صحن شوربه مشكل خضار عدس او اي نوع، صحن واحد، هيدي وجبه بدون ما اضيف له لا خبز مقلي ولا زيوت ولا دهون ولا دسم. بعد الوجبه الصغيره تبعي يعني تناول حاجتي بهالطريقه، وجبه صغيره، شويه رز، شويه كربوهيدرات، قطعه دجاج اذا بتسمح طبعا، حسب الظروف، حسب تماما. فيعني النهايه لا بهالطريقه انا فيني اكد لكم، لا ما بالضروره يطلع وزنها ابدا، وخصوصا انه هي كمان بيكون يعطيه الف عافيه، بقى مقضي نهار كمان في مجهود عالي، بتعرفوا شغل البيت والتحضير، وهو يعني بالنهايه هو مجهود كثير كبير، اكيد ما فينا نقلل من قيمته ابدا. اكيد. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ان شاء الله يكون هذا الشهر يمكن فرصه لناخذ صحه جسديه بدنيه كثير منيحه. تمام. بتمنى انا فعلا انه نحن تكون فرصه جيده لحتى نستفيد من فوائد هذا الشهر. اكيد، شكرا كثير لك.